لا، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أي قسم من أقسام الكتاب؟ المسائل الثلاث. من يلخص لي المسائل الثلاث باختصار؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والأسماء والصفات. المسألة الثانية إفراد الله بتوحيد الألوهية. الثالث البراءة من الشرك وأهله. كيف تكون البراءة من الشرك وأهله؟ من يعرف؟ نعم، بالقلب واللسان والجوارح. ثم الأصل، القسم الثالث أخذناه لماذا ندرس التوحيد. ماذا ذكر في القسم الثالث في معرفة الله؟ ذكرنا لكم. نعم نعم، معرفة الله عز وجل. نعم، ما الأدلة إجمالا على وجود الله؟ قلنا الأدلة إجمالا على وجود الله أربعة: المعرفة بالعقل، العقل والحس والفطرة والشرع. العقل والحس والفطرة والشرع. بعد هذا، فإذا قيل لك من ربك، ماذا تقول؟ نعم، ربي الله الذي رباني، أي الذي خلقني وأمدني بالنعم، ورب لا رب سواه، ورب جميع العالمين بنعمي وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. طيب، أخذنا أيضا أن من صرف شيء من العباد لغير الله فهو بأي لغة تريد؟ السويدي في الغرفة الأولى، الصومالي في الغرفة الثانية، اترك هذا عندنا. تفهم اللغة العربية؟ إذن الغرفة رقم اثنين. نعم، موجود. نعم، أي واحد عنده كلام يتكلم معي. نعم، طيب، ماذا قلنا؟ من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. وقلنا لابد أن نتنبه لمسألة، أننا نحكم على الفعل، أما الحكم على الفاعل لابد فيه من إقامة الحجة وانتفاء الشبهة. ويحكم العلماء، كفر العلماء كفرنا، توقف العلماء توقفنا. تبديع، التفسيق، الخروج من الملة، كذا، هذا كله لا يقدر عليه إلا العلماء. نعم، طيب، بعد هذا ماذا أخذنا؟ أقسام الدعاء. نعم، من يذكر لي أقسام الدعاء؟ قلنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة، دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني دعاء مسألة، ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، طلب الولد والرزق، وفيما يقدر عليه المخلوق، حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. طيب، بعد هذا وينطلق هذه الكلام على مثل الدعاء، الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. أقسام الناس في العد، أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب.
أخذنا أن الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، من يعرفها؟ أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب. نعم، صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. فتح الله عليك. الصحيح أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سببا، والأسباب جعلها الله لنا إما شرعية أو حسية. إذا اعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته بيده جلب المنافع ودفع المضار فهذا الشرك أكبر، وإذا اعتقد أن السبب والله سبحانه وتعالى ما جعله سبب هذا الشرك أصغر. طيب، الخوف، أقسام الخوف. نعم، خوف عبادة وتعظيم وسر، صرف لغير الله شرك أكبر. فلا تخافوا ما خافون إن كنتم مؤمنين. وخوف طبيعي جبلي لا يلام عليه العبد، خوف من النار، من اللصوص، من قطاع الطريق فخرج منها خائفا يترقب. خوف محرم، الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. الأصل الثاني من الأصول الثلاثة ما هو؟ تسأل في القبر عن ماذا؟ السؤال الثاني، من ربك؟ هذا الأول. ما تكون الكلام فوضى. نعم أخي. نعم، معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو الإسلام؟ بقية معرفة الإسلام مصيبة، هذه والله مصيبة. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل يعرف لا إله إلا الله وأنت مسلم لا تعرف لا إله إلا الله؟ ما هو الإسلام؟ نعم، الاستسلام لله بالتوحيد، تسلم بالتوحيد الربوبية والألوهية وأسماء الصفات، والانقياد له بالطاعة، لابد أن تعمل، وضد الطاعة المعصية، والبراءة من الشرك وأهل القلب ولسان وجوارح. ما هي مراتب الدين؟ الإسلام والإيمان والإحسان. الحمد لله. مراتب الدين إذن كم؟ إسلام وإيمان وإحسان. أركان الإسلام كم؟ لا لا، بقي ما أعرف أركان الإسلام. إخوان أركان الإسلام ما تعرف؟ لماذا ما تعرف الإسلام؟ ها؟ أركان الإسلام خمسة والإيمان ستة. آخر كلام. مشكلة. نعم أخي أنت. إيه؟ أركان الإسلام وهي أخواننا لا أحد يكلمه. نعم، شهادة أن لا إله إلا الله محمد عبد رسول الله. واحدة واحدة، الله يفتح عليك. طب حاس هنا بغاك تفصل عشان يفهم أخوانك شو المشكلة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله والبقية ما يشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم، توحيد. نعم، توحيد ما معنى؟ نعم، لا معبود بحق. عندما تقول لا معبود بحق هذا معناه أنك تكفر بجميع معبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله عبادته باطلة. لا معبود، لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت عبادة لله وحده لا شريك له. لو قال لك قائل معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، صح خطأ؟ لو قال أحد أن معنى لا إلا الله لا معبود إلا الله، من يقول أنه صح؟ من يقول؟ كيف صح؟ يعني معنى كلامي أنه كل معبود إله،
صح؟ أعوذ بالله. إذن هذا فسر التوحيد بالشرك. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، يعني كل ما عبد من دون الله عبادته باطلة. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت عباد الله وحده لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن، أولا لابد من الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. طيب لو قال في معنى لا إله إلا الله لا رب بحق إلا الله، صح أو خطأ؟ صح. من يقول إنه صح؟ لا أحد. لا رب بحق إلا الله خطأ؟ صح. صح، لكن لا يصح في تعريف لا إله إلا الله، لأنه لو كان يصح في تعريف لا إله إلا الله معنى هذا الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وهم أقروا بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم هذا في الإسلام، لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت. 80 نعم. تسجل عليه؟ إيه المخالفة الآن هذا. أطفيه هذا. نعم. خاف يزعل علينا إخواننا هذول. هذا قديم إن شاء الله. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت عباد الله وحده لا شريك له. مقتضى شهادة أن محمد عبد ورسول، لو قال لك الكافر ما مقتضى شهادة أن محمد عبد تشهد؟ نعم. ما معنى ما معناها أو مقتضى أي شيء؟ نعم. طاعته فيما أمر والتصديق فيما أخبر واجتنام ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر تطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعصي، وتصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، واجتناب تجعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب وأنت في جانب آخر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا رد على المبتدعة، مفهوم؟ لو هذا الأخ قال نريد أن نصلي الظهر غدا إن شاء الله 6 ركعات، اجتمع الشباب ونصلي 6 ركعات، نقرأ فيها الفاتحة وكل شيء، نعم، ما تقول؟ يصح؟ يصلي الظهر 6 ركعات. سبحان الله سبحان الله. يعاقب الله على الصلاة؟ يعاقب الله على الصلاة؟ ما يعاقب الله. نقول صلي 8 ركعات الظهر، ما الإشكال؟ نعم. يعاقب، ما يعاقب على الصلاة، يعاقب على ترك السنة ولا عبد الله لا بما شرع. ولهذا قلنا اليوم أنه مثلا يتقصد الزيارة، زيارة القبور يوم الجمعة هذا، وأن لا عبد الله لا بما شرع، نرد عليه تشهد أن محمد عبد الرسول؟ نقول نعم. قل لابد أن لا عبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ إيه نعم. طيب، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنام ما عنه نهى وزجر. الذي يعرف يرفع إصبعه ويقوم. الركن الثاني من أركان الإسلام، من يعرف؟ سبحان الله، عجيب هذا، عجيب. سبحان الله. بسم الله. أوقف. أي نعم. أنت إيه. لا لا خلفك. خلاص نعم. أنت يا أخي أي ما غيرك، حط إصبع على رأسك. نعم. إقام الصلاة أي صلاة؟ صلاة الخمس، صلاة الفجر أو الظهر أو التراويح، الصلوات الخمس المفروضة. وهي صلاة الفجر كم ركعة؟ صلاة الفجر ركعتين. والظهر 4 ركعات، إلا أن المسافر له أن يقصر الرباعي، يقصر الظهر والعصر والعشاء. والعصر 4 ركعات، والمغرب 3، والعشاء 4 ركعات. طيب، هذه الصلاة أين تصلى؟ في
في المساجد أو في البيوت؟ المساجد. لا، على تفصيل. النساء يصلين في البيوت، والرجال يجب عليهم أن يصلوا البالغين. رجل يصلي مع الرجال، صحيح؟ على الرجال البالغين. إذن ما حكم صلاة الجماعة؟ حكم صلاة الجماعة واجبة، ومن صلى في بيته فهو آثم. وشيخ الإسلام يرى أن صلاته باطلة إذا صلى في بيته وهو قادر على إتيان الجماعة. هي نعم. طيب، إذن لابد أن تصلى مع الجماعة على الرجال البالغين صلوات المفروضة الخمس. طيب، فتح الله عليك. بعده الركن الثالث من أركان الإسلام، ما شاء الله. نعم. أوقف. الصوم، صوم ماذا؟ شوال أو شعبان أو ذو الحجة؟ صوم رمضان. كم يصوم من رمضان؟ كم يوم؟ 29 و30. طيب، لو قلت سامحك الله صيام شهر رمضان ارتحنا من هذا كله. نعم، قل صيام شهر رمضان كاملا، والشهر كامل إما 29 أو 30، فتح الله عليك. طيب، أراد أن يصوم مكان رمضان، يغير، يجعل السنة هذه من أجل النهار طويل، يجعل يصوم في ذو الحجة، يصح؟ رجعنا. نعم، رجعنا. الآن تستطيع تصلي الفجر؟ لا، فجر يوم السبت. الآن نريد نصلي، نستطيع؟ إذا ما نستطيع أن نصوم رمضان، نغير ونقدم. الله يفتح عليك. طيب، وكل ما كانت العبادة فيها شيء من المشقة دون أن تتكلف هذه المشقة تؤجر عليها يا شيخ، صح؟ نعم، أسأل الله يبلغنا وياكم يا رب. أجلس، فتح الله عليك. صيام رمضان والزكاة، أتاء الزكاة، هي الزكاة الواجبة. نعم، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيله. طيب، أسأل الله يبلغنا وياكم الحج ورمضان. ذكرنا لكم اليوم أن يعني هذه الوقت هو من أوقات إجابة الدعاء. نعم، الساعة الأخيرة قبل أن تغرب الشمس، وقول أنه قبل من خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة. بعد هذا الإيمان، من يعرف لي الإيمان عند أهل السنة؟ يقول لك إنسان أنت مؤمن، تقول لا أدري. نعم يا أخي. هذه أركان الإيمان ستة. نعم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. من يعرف لي الإيمان عند أهل السنة؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة لابد فيه من أمور خمسة. لو يختل واحد من هذه الأمور الخمسة هذا ليس بإيمان عند أهل السنة. خمسة أشياء في التعريف تضبطها، لو يختل واحد هذا ليس بإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، أو قل عمل القلب وعمل الجوارح أحسن، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أشياء خمسة، قول عمل اعتقاد يزيد ينقص. من يعيد للتعريف؟ بسم الله. قول باللسان، بالقلب وعمل الجوارح، عمل الجوارح والقلب ينقص يزيد وينقص. من يعيد التعريف؟ أنت. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، عمل القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. سؤال، اللي يعرف يرفع اسمه. يقول بلسانه أنه مؤمن ومسلم ولا يعتقد بقلبه، هل هو مؤمن أم لا؟ اللي يعرف يرفع اسمه. نعم الشيخ. ما نسميه؟ إيش نسميه؟
هذا منافق. منافق نفاق اعتقادي. نعم أكبر. طيب لا أحد يتكلم، الله يرضى عنكم. السؤال الثاني لك يا شيخ. يعتقد بقلبه، يعتقد بقلبه لكن لا يقول بلسانه أبدا، مؤمن كافر واحد اثنين. يعتقد بقلبه، يعتقد لكن لم يقل لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول، ما قال. سؤال، مؤمن كافر فقط بس لا يلقنه. أيضا خلاص جزاك الله خير. نعم يعتقد بقلبه يا رجل، هو يعتقد شهادة الله بقلبه لكن ما قال بلسانه لا إله إلا الله. أنا أعتقد هو مؤمن بس إيمانه ناقص. لا بالعمل تبعه. أوقف أوقف. ها إيش؟ كافر. أئمة الكفر على هذا، أئمة الكفر. أبو جهل على هذا، فرعون على هذا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم كافر. قلنا خمسة أشياء إذا اختل واحد ليس بإيمان عنده، ما فائدة التعريف يا أخي. إذن يقول بلساني ولا أعتقد بقلبي منافق نفاق أكبر اعتقادي. يعتقد بقلبي ولا يقول بلساني كافر، أئمة الكفر على هذا. عمل القلب وعمل الجوارح. يزيد نعم أيكم زادته هذه إيمان، وإذا كان يزيد ينقص. وجاء النقصان مصرحا به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. طيب عندي سؤال يا شيخ. أنا ما أسمع شيء. نعم إن شاء الله يوم السبت بعد العصر إن وجدتني الأحد إن شاء الله أجيبك. أنا جئت هنا أسأل لا أسأل. نعم أركان الإيمان كم؟ اللي يعرف يرفع إصبع، يعرف يعدها ستة كاملة. بقي ما يعرف يعد أركان الإيمان. أخوان اتقوا الله. بسم الله يا أخي. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الستة. أن تؤمن بالله يعني بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وتؤمن بوجود الله. الإيمان بالملائكة تؤمن أنهم عالم غيبي غابوا عنا ما نراهم، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم. نؤمن بكل الملائكة إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. الإيمان بالكتب نؤمن أنها كلام الله تكلم بها حقيقة وأنها منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا وبما علمنا الله من أسمائها، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمنا عليه. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة، الإيمان بالرسل نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون، ليس لهم شيء من خصائص الربوبية، ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده، وأن أول الأنبياء آدم
عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح، وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام، وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فهو كاذب كافر، ولا شك في كفره وكذبه. هذا معنى ولا هذا ما هو معنى؟ غير تابعين لنا؟ الحمد لله. طيب، الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من البعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار وعذاب القبر ونعيم القبر والحوض والصراط، كل شيء يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. يبقى معنى الإيمان بالقضاء القدر. العلماء رحمهم الله يذكروا أن مراتب الإيمان بالقضاء القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم أن تؤمن أن الله علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الكتابة أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. المشيئة، هل للعبد مشيئة أو إرادة؟ نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابع له، فهي مخلوقة مثله، والله خلقكم وما تعملون. الإحسان ركن واحد، وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله. فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عبادة خوف وهرب، وتسمى عبادة المراقبة. والحمد لله رب العالمين. ماذا أخذنا؟ نعم، كثير أخذنا عن الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو الإيمان، وهو الإسلام. من يعرف لي الإسلام؟ من يعرف لي الإسلام؟ سبحان الله. نعم، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. مراتب الدين كم؟ وهي ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. أركان الإسلام، من يعد لي أركان الإسلام؟ نعم، أنت عند العمود. أركان الإسلام، إيه هذا أخ، أعطيني أركان الإسلام. ها، ما يعرف، خلاص خلاص. حتى لو ما يعرف عربي، مسلم يعرف عربي يعرف أركان الإسلام، ولا بد يعرف الإسلام، صح؟ يعني إذا كان لا يعرف عربي تسقط عنها أركان الإسلام؟ سبحان الله، يذكرها حتى لو بغير اللغة. نعم يا أخي، أي نعم، شهادة أن لا إله إلا الله محمد عبد رسوله. نعم، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ نعم، لا معبود بحق. لماذا قلنا لا معبود بحق ولم نقل لا معبود إلا الله؟ إذا قلنا لم نقل بحق معنى أن عبادة كل ما عبد من دون الله عبادة صحيحة، لكن عندما نقول بحق يعني معناه أن نكفر بجميع ما عبد من دون الله. لا إله نافية، إذا لابد في لا إله إلا الله من كفر وإيمان، نفي وإثبات. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت عبادة لله وحده لا شريك له، مقتضى شهادة أن محمد العبد ورسول، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا أعبد الله إلا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. بعد هذا أقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. الإيمان عند أهل السنة يعرف بماذا؟ بأمور خمسة، من يذكرها لي؟ اعتقاد بالقلب، قول باللسان، واعتقاد بالقلب، والعمل بالأركان. من اللي يتكلم؟
خلي هو يعرف، ما في احد. طيب، والعمل بالجوارح، وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، امور خمسه. قلنا يا استاذ، يقول باللسان ويعتقد بقلبه، مسلم يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه، لماذا نسمي منافق؟ يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه. أئمة الكفر، نعم كافر. طيب، أركان الإيمان، من يذكر لي أركان الإيمان؟ يا سبحان الله، بقي ما أعرف أركان الإيمان. هات الشيخ. طيب، الإحسان كم ركن؟ ركن واحد قلنا، وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهد أو عبادة مراقبة. طيب، الأصل الثالث من أصول الثلاثة، من يعرف الأصل الثالث؟ هات الجوال. ها؟ لا أنا، هات الجوال، قفل وجيبه. هات، شوف الجوالات كلها عندي، أعطوني هذول الأخوان، جزاك الله خير. اجلس هنا عندي، اجلس اجلس، بارك الله فيك. اي نعم، حياك الله. الاصل الثالث، واحنا جينا نتصور هنا، احنا جينا ندرس. نعم، من العجب، عجب عجب، ان اليوم الحج والعمره كلها صور. الله يا شيخ، بل ان جاءني واحد قال سبحان الله، وصلت الى الحجر الاسود ملتزم مكان الدعاء، فقلت اتصلت على اختي في سويسرا، قلت انا الان على الحجر، ادعي، اضع الجوال على الحجر. الله. الثاني اتصل عليهم قال اسمعوا، انا ترى دعوت لكم وصنعت كل شيء، والصور كلها موجوده، تصورت في كل مكان وما تركت مكان الا تصورت فيه، وان شاء الله ارجع اليكم وتصنعوا الزرده والوعده وكذا. الثالث اسمه حسن، بعد الحج رجع إلى بلده، هذا لأنه ما درس التوحيد يا شيخ، رجع إلى بلده لقي إنسان قال السلام عليكم، كيف حالك يا حسن؟ وهذا يلتفت، قال تكلم من؟ قال كلمك أنت حسن؟ قال أنا حسن. قال ماذا حدث؟ تغير اسمك بعد الحج؟ قال نعم، الحاج حسن، دفعت 20,000 وبعد هذا تقول لي حسن، وصنعت ودعوت الناس في المنطقة كلها وتعشى الناس حتى يعرفوا، وغيرت وضعت على باب المنزل الحاج حسن، تقول لي حسن؟ سبحان الله، هذا الموجود اليوم. توحيد اخواننا، والله لابد من التوحيد، صح؟ نعم. حاج حسن. طيب، الاصل الثالث من الاصول الثلاثه، نعم، السؤال الثالث تساله في القبر، ما هو؟ عليه الصلاه والسلام. لابد ان نعرف عن هذا النبي عليه الصلاه والسلام امور، ما هي؟ أقل ما يحفظ في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقل ما يحفظ في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. إخوانا بقي ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أخي. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، يعطيك الدار، ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طيب، السؤال الثاني، أين
ولد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعرف يرفع اسمه. والله ما تصدقوا، اختبار اختيار، وفي المدينة الاختبار. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيارات، ثلاث اختيارات: المدينة، الطائف، الحبشة. ممكن يقول يعني يخطئ يكتب الطائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف ورجع، لكن يكتب إلى الحبشة؟ تضحكوا؟ والله لو تسأل هذا عن لاعب الكرة إيه؟ أو عن أحدث الجوالات أو كذا يعرف. فأبواه يهوداني ونصراني مجلساني. نعم، سؤال. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يعرف؟ ثلاث اختيارات. نعم، المدينة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو الشيخ، بمكة، وهاجر إلى المدينة. طيب، إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدعو إلى ماذا؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك. هل هو نبي أو رسول؟ رسول. نبي. نبي ورسول. ما أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول؟ يا أيها المدثر، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب، هل مات النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم، لأنه بشر، ألحق ما ألحق البشر. هل أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وبلغ كل ما أمر بتبليغه أو أبقى شيء؟ نعم، ما الدليل؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله. الآن يعني معكم ربع ساعة وكذا، وهذا وقت الله أعلم الدعاء، يعني تتحروا وتراجعوا، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى. بعد المغرب، بعد المغرب عندنا إلى العشاء إن شاء الله، إما محاضرة ومحاضرة. وش هذا مكتوب إلى صلاة المغرب استراحة؟ خطأ. يعني خلصنا الغياب؟